السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. ان شاء الله النهاردة حبيت اشارك معاكم حاجة مهمة جدا جدا. اول ما صحيت النهاردة صحيت على اوديو مبعوث لي على الواتساب. الاوديو ده اول ما سمعته تأثرت جدا جدا، وحبيت ان انا اشارك الاوديو ده بحيث ان هو يكون موعظة وعبرة لكل الناس، لاني تأثرت جدا بالاوديو ده، لان اي حد بعد عن ربنا سبحانه وتعالى والدنيا شغلته، لعل الفيديو ده او الاوديو ده يرجعه تاني ويتعظ شوية، ويعرف ان الدنيا دي مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وان الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وان العمر مهما طال لابد من دخول القبر. انا بس عايز اشاركه معاكم عشان يكون عظة وعبرة، ان احنا نبدأ نفوق، نتقي ربنا سبحانه وتعالى، نتقي ربنا في ولادنا، نتقي ربنا في اخواتنا، نتقي ربنا في بناتنا، نتقي ربنا في عملنا، نتقي ربنا في كل حاجة بنعملها. انا هسيبكم دلوقتي تسمعوا الاوديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى، انا مياسين دلوقتي. يا ام مصطفى، انا في الغسل دلوقتي، في حاجه غريبه انا مش عارفه اعمل فيها ايه. يعني في بنت 17 سنه انا بغسلها، البنت دي عماله تنزل من ودنها، والعياذ بالله، في صديد زي صديد عمال ينزل من ودنها، ودم عمال ينزل من عينيها. صديد صديد اللي بينزل من الودن صديد. والبنت انا داخله عليها كان شعرها اسمر، البنت شعرها ابيض بيض خالص. عايزة اعرف انا مش عارفة اعمل ايه. لا الدم اللي بينزل من عينيها عايز يفصل، ولا الصديد اللي بينزل من ودنها عايز يخلص. انا مش عارفة اعمل ايه، وهم عايزين يصلوا عليها، عمالين يقولوا لك هي ماتت الصبح، البنت دي، وماتت وهي بتسمع الاغاني ومشغلة اغاني بتسمعها. فالمهم ان هم قالوا ان هي ماتت وهي كده الواحدة من غير اي حاجة، عمرها مش شكت من شيء. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، هم عاملين يقولوا لي خلصي عشان عايزين نصلي عليها وندفنها، يعني حتى مش هيصلوا عليها العصر. انا مش عارفة اعمل ايه، قولي لي اعمل ايه. ايه ام مصطفى، انا مش عارفة، يعني الصديد اللي في ودنها انا مش عارفة اعمل ايه. سبحان ربي العظيم، انا سألت اهلها، قلت لهم هي كانت بتصلي، قالوا لي كانت بتصلي فرض وتسيب فرضين وتلاتة ماشي. فبعدين بيقولوا لي هي ليه شعرها ابيض، احنا بنتنا لسه عيله 17 سنه، ليه شعرها ابيض، ليه اللي هي فيه ده. قلت لهم يعني ربنا يسامحني، ما بقتش عارفه ارد اقول لهم ايه، وليه الدم اللي بينزل من عينيها، وليه الصديد اللي عمال ينزل. لفيت كيس حوالين راسها، الصديد طفح من الكيس، ما بقتش عارفه اعمل ايه. سبحان ربي العظيم. وبعدين سبحان الله والصلاه والسلام على رسول الله، الدم غرق الكفن، فروحت شايل الراق اللي اتعص دم وبحط واحد تاني، فانا بشده ببص لقيت اللحم بتاع الظهر طلع فيه لحم الظهر، لحم الظهر يا ام مصطفى طلع في قلب الكفن. سبحان ربي العظيم. شفتي المحروق اللي بينجلف ولحمه بينجلف، لقيت لحم ظهرها طلع معايا في كفن وانا بشده. سبحان الله. ومش عايزه اقول لك الريحه، نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. انا بقالي 20 سنه بغسل، انا مش خايفه من حاجه. انا تعرضت، دخلت المشرحه وغسلت ناس متقطعه، وغسلت حوادث قطر، غسلت كتير، بس دي انا خايفه من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا بقول ده اشحال، هي لسه ما اندفنتش، ده قدامنا لسه. سبحان الملك القدوس رب الملائكه والروح، ده قدامنا لسه يا رب العالمين، فما بالك لما تخش قبرها. يا رب احسن خاتمتنا اجمعين. فانا سبحان الله انا مش قادره اقول لك، الدم عمال ينزل من عينيها ازاي، ولسانها، لسانها خارج بره، خارج بره بطريقه فظيعه. بصي نسال الله العافيه، مش طول اللسان الطبيعي، نسال الله العافيه. تحس ان هو كانه الله اكبر بتاع نص متر طالع قدام، وازرق ازرق ازرق خالص. ربنا يعافينا ويعفو عنا يا رب العرش العظيم. فالامر صعب سبحان الله. فالواحد يعني بنقول يا رب اهدي اولادنا، اهدي اولادنا اللي بيصلوا سبحان الله العلي العظيم فرض، بيسيبوا فرض اتنين او ثلاثه سبحان ربي العظيم، وبيسمعوا الاغاني، ومع ذلك ربنا يصلح حالهم ويهديهم باللبس الشرعي والحجاب الشرعي، ويهديهم لما يحب ويرضى سبحان الله. يعني انا نفسي
مش عارفة والله والله لولا حرمة الميت أنا كنت صورتها. والله ده فعلا اللي شيب الوليد، ده اللي شيب الوليد. سبحان الله العلي العظيم. يا رب احسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الشعر أبيض، شعرها أبيض، أنا داخلة ألاقي البنت شعرها أسمر، مفيش أي حاجة طبيعية. تو ما بدأت الغسل كل شيء قدامي بيتحول، الصديد حنفية، خراطيم نازلة، خراطيم صديد نازلة، صفار من ودنها خراطيم نازل وعامل زي المدة، والعياذ بالله، مدة مدة نازلة مدة. يا رب احسن خاتمتنا، يا رب احسن خاتمتنا، يا رب اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حبايبي واخواتي في الله، طبعا من مصطفى سمعت كل تسجيل، ربنا يصلحنا ولكم الحال يا رب، ويحسن ختامنا وختامكم يا رب، اللهم امين. فانا والله سبحان ربي العظيم، يعني فعلا انا كان نفسي اصورها لانها حاجه غريبه، انا اول مره اتعرض لها، انا يعني سبحان ربي العظيم زمن يعني ما شفتش حاجة يعني صعبة زي دي، سبحان الله، يعني إن هي بتتحول قدامي كده، نسأل الله العافية يعني. فطبعا حرمة الميت تمنعني إن أنا أصورها، وما ينفعش إن أنا أصورها لأن دي حرمة ميت سبحان ربي العظيم. فأنا حتى كلمت الشيخ ناصر ربنا يرضى عليه ويحسن ختامنا وختامه يا رب، قال لي لا يجوز ان انت يعني تصوري حاجه زي ديت، سبحان الله العلي العظيم، يعني هي حتى لو حلوه او حتى لو وحشه ما ينفعش ان انا اصورها. وهو قال لي يعني استري عليها عشان يا ربنا يستر عليكي في الدنيا وفي الاخره. فسبحان ربي العظيم، انا يعني اولا انتوا ما تعرفوهاش، ولا انتوا تعرفوا، اولا الغصه ده مش في بنها خالص يعني عشان تبقوا عارفين، وان هي مش من بنها اصلا، وانتوا ما تعرفوش هي منين سبحان الله، ولا تعرفوا هي مين. فاحنا زي ما بنشوف مقاطع كده على اليوتيوب سبحان ربي العظيم، وبتجيب لنا يعني عبر ومواعظ، فدي يعني انا بقولها كل الموعظه، واسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يغفر لنا ولها والله ولجميع المسلمين. والله هي حاجات عجيبة وحاجات غريبة يعني سبحان الله. بس أرجع وأقول لكم يعني إحنا يعني لو ولادنا بيلتزموا بالصلاة سبحان الله العلي العظيم، ويعرفوا إن صلاتهم دي هي روحهم وهي عبادتهم وهي حياتهم كلها وهي قرة عينهم سبحان الله، هيسمعوا الكلام سبحان الله. ولادنا ما يعرفوش سبحان الله يعني ان احنا بنحبهم قد ايه، وان احنا بنخاف عليهم قد ايه. يعني احنا يا ريت زي ما بنهتم باكلهم وبشربهم وبلبسهم نهتم بيهم سبحان الله، من ناحيه صلاتهم، من ناحيه ذكرهم، من ناحيه كل حاجه بتأدي لرحمه ربنا عليهم، وان ربنا يغفر لهم ويعفو عنهم سبحان الله. فانا بقول لكم يا حبايبي، اللي يسمع اولاده الحاجات دي سبحان الله العلي العظيم، يقول لهم فعلا دي حقيقة. ولو اللي عايز ابنه او بنته يكلمني انا اكلمه، وانا عناية لكم سبحان الله، لان احنا كلنا امهات وعايزين اللي يرضي ربنا في اولادنا وفي ذريتنا سبحان الله العلي العظيم. يعني حتى الكرتون، الكرتون يا اخواتي بيبقى فيه صوت اغاني. حفيدتي بنتي عندها 6 سنين بتقول لي يا امي، هي بتقول لي امي، بتقول لي يا امي انا سمعت اغاني وشفت حاجات وحشة قوي. قلت لها شفتي ايه يا عبير؟ قالت لي يا امي لقيت ان في ناس بتغلي ميه على البوتاجاز، وميه سخنه بتغلي، وراحوا دلقينها في ودني. فتوقعوا ان طفله عندها 6 سنين تحلم حلم زي ده وتشوف حاجه زي دي وتيجي توصله لي. ليه؟ ربنا بيديني رساله برضو سبحان الله. بلاش الاغاني، بلاش المقتطفات اللي هي بتبقى في الكرتون والحاجات اللي في الكرتون والموسيقى والحاجات دي سبحان الله العلي العظيم. ليه؟ ربنا يرحمنا برحمته يا رب، اللهم امين. بالنسبة للغسل بقى سبحان الله، بعد ما غلصت أنا من طبيعتي إن أنا ما بنزلش غسل أصلا، بس سبحان الله يعني قالوا لي يعني إن هما كانت يعني جدة البنت دي كنت أنا غسلتها، ووالدتها سبحان الله لا سبحان الله إن أنا أغسلها. فأنا لما عرفت كمان إن هي صغيرة في السن، فده إيه يعني اللي خلاني أروح، وأنا من الصعب جدا إن أنا بنزل غسل عشان مرضي. فسبحان الله العلي العظيم، توكلت على الله ورحت وحصل اللي حصل. بس سبحان ربي العظيم، انا كنت عارفة ان في حاجة تانية هتحصل، عمال اقول يا رب هي ما بين ايدينا احنا وبيحصل كده، امال دي لما تبقى حي قيوم ولك المثل الاعلى، لما دي تبقى ما بين ايديك وتدخل القبر ايه اللي هيحصل؟ يا شاء السميع العليم ان انا ما بتابعش جنائز والله، ويشهد ربنا على ذلك. بس وهي ماشية سبحان الله قلبي حاسس ان في حاجة هتحصل. سبحان ربي العظيم، البنت وقعت من الخشبة
وقعت من وهم شايلينها. ويشهد ربنا انا شايفاهم ماشيين بيها وشايلينها كويس جدا ومفيش اي حاجه، البنت وقعت منهم. وانا ربط الكفن، اقسم بالله العظيم ربط الكفن، وما في حد يقدر الا يفكه الا بايديه وحد يكون جامد، لاني ببقى ربط الكفن ده خايفه جدا، اكني بربط حاجه عليا انا نفسي، وخايفه ان حد يفضحها والعياذ بالله، اكني ربط حاجه لنفسي، خايفه ان ربنا يكشف ستري. عشان كده انا كنت ربطه جامد جامد، سبحان الله العلي العظيم، يا شاء ربنا ان هي تقع من الخشبه والكفن ينفك وشها يبان، سبحان ربي العظيم. واحد شيخ كان ماشي سبحان الله يعني من ضمن المشايعين في الجنازه، راح قايل لابوها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت لو كنت بتستر بنتك في الدنيا كان ربنا هيسترها لك في الاخر، روح منك لله. فعلا ده اللي حصل سبحان الله. فيا اخواتي استحلفكم بالله، استحلفكم بالله سبحان الله العلي العظيم، اهم حاجه تكلموا اولادكم باللين، بالحب، بالسياسة وبالترغيب لا بالترهيب، وحببوهم في دينهم وفي إسلامهم، وخليهم يبقوا قد إيه مخلصين وصادقين مع ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يكونوا صادقين مع أنفسهم. وربنا يكفينا شر الكذب والخيانة والرياء والسمعة، ويكفينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته هو الحي القيوم. وبارك لكم يا اخواتي جميعا يا حي يا قيوم في ذريتكم، واجعلها ذريه صالحه يا رب العرش العظيم، وقر اعينكم بها ويقر عيني يا رب باحفادي وباولادي وبذريتي الى يوم الدين، حق ما هو الحي القيوم، حق ما صلى على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اسال لكم رب العالمين طيب العيش وطيب الرزق وطيب الحياه وطيب الممات يا حي يا قيوم، ويحسن خاتمتنا واياكم. وصلى اللهم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما انت سمعت دلوقتي الاوديو، بصراحه حاجه كانت مؤثره جدا جدا، ربنا يغفر لها ويسامحها، ربنا يستر علينا يا رب، ربنا يستر على بنات المسلمين، ربنا يرحمنا ويغفر لنا، وقد ايه احنا مقصرين وقد ايه احنا اهملنا الدين. انا بس حبيت اشاركه معاكم عشان يكون عظه وعبره لينا، وان احنا نتعظ ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.